حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدة حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقامنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة. من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ضمن الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. أما من يسكن دول المهجر أو الأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. فعندكم ذني الأرقام الأربعة للاتصال. أما ما يخص رقمنا الخامس والأخير وهذا رقمنا رقم الواتساب. رقم الواتساب مخصص فقط للرسائل، ما أقدر أستقبل به مكالمة صوتية، ما أقدر أستقبل به رسالة صوتية، ما أقدر أستقبل به فيديو. أو أنتوا تريدون تنشرون فيديو على شاشة الرافدين ما نقدر ننشره عن طريق هذا الرقم. لا، اللي يريد يدز فيديو ويريد ينشره على شاشة الرافدين أو يبثه، الشريط الأبيض اللي تشوفوه أمامكم هذا اللي يمشي هنا اللي وين الرقم مال التليفون هذا جوه، اكو شريط ابيض تتابعوه للاخير. اكو نافذه وجدتها قناه الرافدين، هي نافذه انت ترى، بها رقمين تليفون ذني رقمين بها واتسابات. فاي شخص عنده فيديو يريد يبثه على شاشه الرافدين بس يتبع هذا الشريط الابيض اللي هذا الشريط اللي تشوفوه هذا، يتبعه يشوف الارقام يقدر ياخذ الرقمين ويدز الواتسابات اللي عنده او الفيديوهات اللي عنده مبثها ان شاء الله. موضوعي هو مو الفيديو اللي طلع بعد شارة البداية، رمي الرصاص الحي اللي صار في مدينة الناصرية. لا، موضوعي هو يمس كل العراقيين من شمال العراق حتى جنوبه، من شرقه حتى غربه. موضوعي هو الطاقة الكهربائية. يعني الحمد لله والشكر بفضل إيران اليوم أكو أزمة حادة بالكهرباء نتيجة إطفاء الطاقة الكهربائية من إيران أو إطفاء الخطوط الإيرانية. السؤال اللي ينطرح، إذا كانت حكاية المالكي صحيحة أنه إيران تعطي سلاح للعراق ببلاش والسلاح مليارات، إذا كانت تعطي للعراق سلاح ببلاش وإذا كانت تدافع عن العراق ببلاش وإذا كانت هي مهتمة بالعراق ومهتمة بمصلحة العراق، ليش اليوم فصل الشتاء بهاي البرد اللي دا يصير بهاي الأيام وإحنا بشهر كانون الثاني قطعت خطوط الطاقة الكهربائية؟ إذا كانت إيران تعطي سلاح ببلاش للعراق وإذا كانت إيران تدافع عن مصالح العراق، ليش دا تطفي خطوط الإيرانية وليش دا تقطع المي وليش دا تقطع الغاز لولا إنه تريد؟ زين، اللي دفع العراق قليل ما دفع العراق إلى إيران، أو ما أخذت إيران من الموازنة العراقية قليل. آي رقم اثنين، رقم ثلاثة، 82 مليار دولار قيمة المبالغ اللي انصرفت على قطاع التيار الكهربائي بالعراق، وين راحن 82 مليار دولار؟ إذا نريد نقسمها محطات سيمنز حسب مواقع الانترنت، يعني أكبر محطة سيمنز سعرها 5 مليون 6 مليون روح 10 مليون، أنت صارف 82 مليار دولار. زين، طلع لنا المالكي ويقول المشكلة أنه إحنا صرفنا مبالغ على محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بس المشكلة أنه هاي محطات غازية وإحنا ما عندنا غاز، بالمقابل أنه العراق ده يحرق الغاز المصاحب للنفط. ليش ما صار اكو استخدام او الاستفادة من هذا الغاز اللي دي يحرقوه اللي دي يسبب امراض اللي دي يسبب تلوث اللي دي يسبب هواية من المشاكل؟ ليش لحد الان ماكو خطة للاستفادة منه حتى نشغل محطات توليد الطاقة الكهربائية اللي جابوها على اساس او بنوها هو هي محطات غازية؟ زين، اذا العراق ما بي غاز، ال 82 مليار دولار ليش ما جابوا محطات شمسية، محطات مائية، يعني محطات تستخدم مورد آخر لتوليد الطاقة الكهربائية؟ أكو عشرات المحطات مو بس المحطات الغازية. إضافة إلى ذلك، يعني السؤال اللي ينطرح، إحنا اليوم بال 2022 تتذكرون حسين الشارستاني من صار مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أو وزير الطاقة
قال احنا راح نورد عفوا راح نجهز العراقيين بطاقة كهربائية على مدار الساعة 24 على 24، يعني ما تنقطع عندهم ثانية. زين وينهن ابو عراق من الفلوجة؟ حياك الله. السلام عليكم اخوي استاذ اسلم. عليكم السلام والرحمة والاكرام. اللي حكاه المالكي ترى صحيح استاذ اسلم، قال كان الصد لاح للعراق ببلاش، حكايته صحيحة. شلون؟ بس علم العراق، العلم للعراق يبليشان استاذ افل. نعم صحيح. اما موضوع الكهرباء يا استاذ افل، والله العظيم لولا هالخونة ذولا العملاء اللي تابعين لايران والباقي الدول، والله العراق بخير. ليش العراق قليل موارد بيه، بس ماكو ناس. لازم انت صحيح يا استاذ افل، كلهم حراميه وسراق، هذول عصابات مافيا، هذول حتى لا وصفهم هذول امتصاص الدماء، لا قليله بحقهم. هذول ما حارين يا استاذ افل، ما حارين بالشعب العراقي. هذول لو عندهم ذره من الانسانيه كان فكروا بهالشعب هذا. هذول النازحين هسه اللي كاتلهم البرد، حصة النفط اليوم أبشرك صارت على الورقة من 100 إلى 50. أسألك بالله عليك، هذا النفط اللي العراق أمانة الله ورسوله اللي بتروس خيرات يطول العائلة 50 لتر، 50 شتك فيها بالشتاء هذا يا استاذ أفل؟ الله يخليك. احنا ارجع واقول لك، اذا ما توحد والشعب العراقي يصير ايد وحده ونخلص من هاي الحكومه ومن هاي الاحزاب، قال القتل اللي جاي يصير هذا من وراء استاذ أفل، من وراء هذول الاحزاب. اما الشعب بالصافي بيناتهم. بس عمي الاحزاب يا استاذ أفل، الاحزاب لعبت ميله، خلت خياراتنا تدزل الدول. هسه المنتوجات الصناعية، أي شيء تجي من الزراعة للصناعة كله بلد خارجي. أسألك بالله عليك، تتذكرون الأدوية السابرة الشارجة حتى الدول تاخذ من عندنا؟ عملوا لعبوا بينا يا أستاذ أفل ودبرونا دولة. وقال شلون راح نخلص من العجب؟ والله ما ندري داخلين. 20 سنة ما قدرت توفرون طاقة كهرباء، والكم انتوا شنو انتوا؟ انتوا بشر؟ والله ما عجب، والله لا بشر ولا عجكم ضرة بالإنسانية. انتوا منزوع عن الإنسانية من عندكم. والكم حسوا بهذا الشعب يا ولو، والكم ما تخافون الله. بس راح اقول كلمه واحده عليهم، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. وانا اشكرك اخوي. شكرا لك ابو عراق. زيد من واسط، حياك الله. حياك الله، مساء الخير عليكم. هلا بيك يا الغالي. يا اخي من الاخير، ليش احنا نجامل؟ احنا هسه لحيتنا بلحيه ايران، رقبتنا بلحيه ايران، مشكلتنا مشكله وياهم. أتمنى من الله يخلصنا من عدهم. نعم. والله العظيم دمرنا دمار. نعم. من ميليشيات، من قتيل، من مخدرات. نعم. كله من وراهم. وأتمنى من الله يخلصنا من عدهم. نعم. والله العظيم دمرنا دمار السبب. من 2003 لحد الآن، يعني أنا اختصر فيها مختصر مفيد، بئر الفكة بئر طيبة. بعد 2003 دخلوا على الدبابة الأمريكية باتفاق، وخدت تسمعني كلهم الديول التبعية كله من وراهم، باعوا العراق لإيران 3.5. بس إن شاء الله يرجع غصبا على أنوفهم، إن شاء الله يرجع. الخيرين هواي ساب، بس هسه احنا حاكمنا الفلاح مال الميليشيا.
يجي يوم يرجع العراق قوي. نعم. حياك الله. حياك حياك، شكرا أخ زيد. أبو أحمد من ميسان حياك الله. أنت الحين. السلام عليكم أستاذنا فاضل. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. الله يحفظك. إحنا كنا أستاذ متمنين الكهرباء بهذا الوقت الشتاء الجو البارد. إيه. هسه حرمونا من الكهرباء، ضغطونا ساعتين وقطعونا التنص. رحمة على أبوك، إحنا هسه إحنا نفط ما عندنا، كهرباء ما عندنا. الله يحفظك. يعني إحنا نظل هالشيء يعني هسه ترى من 2003 لحد الآن 20 سنة ما سووا لهم شارع على الكهرباء، دمرنا والله دمرنا. 20 سنة كل شيء ما سوونا أستاذ. احنا بالعمارة هسه النفط قريب علينا، احنا هسه بنفط الجريكان ما عندنا. اني استاذ تدروح لك اريد مناشدة من خلال منبركم هذا الشريف اذا بها مجال. تفضل استاذ. اي والله انا عندي اثنين معوقين مرضى. نعم. وهذا النفط اللي اجيبه ما يكفيني وراتبي ما يكفيني 128,000 جاي اخذ مال رعاية وعنده معوقين مرضى. والعلاج 600 كل شهر وانا اخذ 128 124. زين انا شلون ادبر حياتي بهذا الوقت؟ لا وزاره لا وزاره تجاوبني. رحت الوزارات ما سوى لي شهر، رحت الدوائر ما سوى، رحت للاعضاء البرلمان ما حد سوى لي شهر. اريد من الله منكم من منبركم هذا الشريف، منبر هذا الشريف منبر الرافدين، يسوي لي صوره حل الي فجوه اروح للاستاذ. انا عمري يتجاوز 58 لا اقدر اشتغل، اريد سبوبه عيش لهذول الجهال من خلال منبركم. نعم. يعني منبركم هذا شريف، لانه انا مو عراقي، انا بهاي الحاله مو عراقي. 128 اخذها وهم ياخذون 40، السياسيين كل واحد ياخذ 40 مليون، يرحم والديك. يعني 40 على 100,000، ايش قد فرق؟ جريكان نفط ما عاد اشتري، جريكان نفط ما عاد اقدر اشتري. يعني الى متى تنظر هيجي؟ فانا اريد المناشده من خلال المنبر هذا الشريف منبر الرافدين. نعم نعم نعم. ويسمعون مدير قناه الرافدين، واريد توصل مناشدتي فدور على عده مرضى اثنين شباب وما عنده قابليه، كفيلك الله ما عنده قابليه يعيشوا. نعم. اريد من عندكم من منبركم استاذ، وانا من العماره الى الرافدين، من العماره مناشدتي الى قناه الرافدين، اريد تسوي لي صوره حل لهذول المرضى. هسه انا ما اريد لا عمليه لا بشيء، اريد سبوبة إيش شايلهم؟ سبوبة عيشة إذا عايشهم دورهم. أنتم إلا أنا عراقي أنتم معنا بين مرحبتي زين. انظلمت والله انظلمت، أروح المجلس الطبي بشحتوني، أروح الوزارات بشحتوني، يعني ما حد يسوي لي شارف هذول المرضى. فأريد من خلال وعد المستمسكات الرسمية كلها حاضرة موجودة. نعم. حاضر أنا عد مستمسكاتي كلها التقارير الطبية مال الأطفال. فأنا آخذ 100,000 من أعطيها سعر؟ والوزارة والبرلمانيين كل واحد ياخذ 40 مليون 50 مليون سياسيين واحنا ضالين هنا. ويا ريت تروح له ما حد يرحب بيك. ما حد، لا محافظ، لا محافظ مال العماره، لا برلمان مال العماره، ما حد يعني واجهنا. فانا اريد من خلال منبركم الشريف قناه الرافدين اذا توصلون صوتي لكم وسووا لي شارع هذول الاطفال. نعم. استاذ. نعم. أيوة. نعم شكرا شكرا لك ابو احمد. ابو احمد وجه مناشده عبر شاشه الرافدين الى كل واحد يسمع، مو بس اللي مسؤول او شخص او اي شخص متمكن، انه يساعده في يقول ما اريد علاج، اريد سبوبه عيش لهذول الاولاد الاثنين المعوقين. ان شاء الله يسمعوك يا رب ويجيبوك. شكرا جزيلا لك. هادي من الانبار حياك الله. هلا بيك يا الغالي. الله يحفظك يا رب ومشكور على البرنامج والله ينصر الله في الدين. الله يسلمك خويا. طبعا كل مره يتصل بيكم ابو شيماء وغير ابو شيماء يقول لك يمن ما دمرت العراق، بل ايران هي دمرت العراق من 2003 لحد اليوم. انا شفتها من العراق، لا كهرباء لا صناعه لا رواتب، كل شيء بوق بسلد وبكذب وبنهب. تمام يا مو تمام؟ نعم. تمام لو مو تمام؟ نعم. يعني واضح مو؟ اسمعك اخويا اسمعك. ايه لحد هذا اليوم لا رواتب لا تعيين لا يعني شيء يعني والله يا اخي ملينا منها والله. يعني مرات تجيني امراض اقول الواحد يطلع خارج يعيش احسن. يعني ماكو دمار يعني حتى هم اللي يكفون خربط طيران
من شاف ايران مطلوعا بس العراق نصب على يقبل على على حد مني. نعم. يعني مليانه والله انا جاي اشوف مليانه من هالعيش، انا جاي اشوف مليانه يعني. انا والله العظيم مرات من افتح التلفزيون على ايران واشوف المخيمات بال الموصل بدهوك شلون التلفزيون العظيم ذا شنو لهم؟ لا نفس لا يعني والله قاعد يتقطع عليهم. نعم. شو اللي المسؤولين لا يسدون على مبشر ما عنده، لا يسدون على مخيم، يسدون على خيمه، لا يرجعون الانسان الى بيته، والله ظلم هذا. انت شو؟ وانا اشكرك واشكر المفترين هذا. شكرا من. شكرا لك اخ هادي. ابو علي من الناصريه حياك الله. حياك الله اخوي العزيز. شلونك اخوي؟ هلا بيك يعني. الله يبيك. الله يخليك. حبيبي هو العراق اقول لك العراق محتل من السفاره الامريكيه من الميليشيات محتل يعني من تير العراق يعني محتلين يعني يعني بين ايران ها وبين الصهاينه وبين امريكا والعملاء أكون عندك عراقيين عملاء يشتغلون لمن؟ لإيران وللدول للخارج زين يعني مخابرات أمريكية إسرائيلية يشتغلون يعني كله مادة يعني حتى المقاومة بعد ماكو مقاومة نهار المقاومة ماكو العملاء نعم العملاء الإسرائيل والأمريكا يعني المقاومة كتلوها نهار بعد يعني يعني حتى واحد يعرف شيء المقاومة المحتل اكو عملاء عملاء يشتغلون زي ايران من ميليشيات وصفحه ها وامريكا بصفحه يعني السفاره الامريكيه شايفه كل جد يعني ما شاء الله جيش بيه كلام جيش علينا بعد انتهينا يعني هذا سببه المحتل البوش الكلب الكلب ابن الكلب بوش اعطانا لايران سلمنا لايران لجلنا عرفيت الحكي ما يفيد هذا سبب الاحتلال والشعب ما متكاتف الله وكيل الشعب ما متكاتف كل عملاء يشتغل يعني هو عراقي يشتغل عميل بلده والله عملاء بالدولارات يعني سال السفارة الأمريكية بها يعني بهذول الدعارة ويامرقطون ذاك اليوم السفارة الأمريكية يعني انتهى العراق بس إلى الله سبب المحتل أنا أقول لك إذا ماكو محتل إحنا بخير إلا ولا إيران وأمريكا إحنا بخير الله وكيلك يعني ماكو مقاومة لا اكو مقاومة تايه لأن خربانة الله وكيلك طر الدول خربانة مو المقاومة الأولية مال شفنا الفالة والمقوار قبل ها دورة العشرين هسه العشائر يطلبون فلوس العشائر بعد لا عندهم لا دين ولا إنسانية لأن أهم شيء الدولار العشائر هاي بس العشائر هاي مو عشائر الأولية يعني مع احتراماتي اكو عشائر ها مزيفه يعني كي ساقطين يعني مو كل لا ابو علي يعني دعنا العشائر العراقيه كرامتها ما نمسها ولا اكو عشيره بالعراقيه ماكو عشيره بالعراق عفوا نقدر نوصفها بهذا الوصف اللي وصفته كل عشائر العراق من شمال الى جنوب على راسنا شكرا جزيلا لك ابو علي لكن السؤال اللي ينطرح 82 مليار دولار انصرفت على قطاع التيار الكهربائي في العراق من المفترض أن العراق يحصل على 1000 ميجاوات مقابل كل مليار دولار تم انفاقه يعني 82 مليار دولار لازم تجيب لنا 82,000 ميجاوات و2000 طرح لكم 80,000 ميجاوات حاجة العراق الفعلية للطاقة الكهربائية يحتاج 35,000 ميجاوات يعني 82 مليار دولار تطيق حاجة العراق وزيادة يعني كل بيت بالعراق يحصل ما يحتاجه والضعف يعني العراق ب 82 مليار دولار يستخدم 35,000 ميجاوات هاي حاجته الفعلية ويقوم هو يصدر 40 هاي الأرقام اللي دا نحكيها هاي أرقام واقعية العراق صرف هالقد على الطاقة الكهربائية الشغلة الثانية وزارة الكهرباء بكل انتكاسة تقول أنا ما لي علاقة أنا أدعو العراق إلى تسديد الديون إلى إيران حتى إيران تفتح لنا الغاز حتى نقدر نشغل محطات توليد الطاقة الكهربائية وشمرت هذا الشيء بملعب وزارة النفط بلد
انه تقولها انه يعني وزاره الكهرباء تدعو وزاره النفط ان تجد مصدر ثاني لاستيراد الغاز ببلد هو ثاني اكبر بلد يحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط بالعالم. يعني العراق بغاز بس تقول له روح استورد لي من برا. صباح من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بالنسبه لهذا الموضوع يعني متقصدينه طبعا اللي موجودين يديرون الدوله، يعني مثلا القيادات الموجوده من بدر وحزب الدعوه اللي تربهم ونشأهم بأحضان إيران يريدون يفيدون إيران في أزمتها الاقتصادية الخانقة والحصار الموجود عليها والعقوبات في سبيل إيران ما تنهار. وبالفعل الميزانيات السنوات الماضية كلها تذهب إلى إيران، والدليل على أن العراق خالي من أي بناء للمصانع والمنشآت الحيوية والوزارات الخدمية. يعني هاي صار 18 سنة العراق معطل، كل البنية التحتية الموجودة عندنا هي اللي من النظام السابق الوطني. أما من فترة 2003 ولحد الآن بقيادة حزب الدعوة لأن منصب رئيس الوزراء له وكل الوزراء تابعين تحت أمره، وما شفنا حاسب وزير فاسد أو أقال وزير على أي نقص بالخدمات، وبالذات وزير الكهرباء. وزير الكهرباء هذا المنصب المحاصصات اللي يطوها للكريم عفتان وفلان وعلان إرضاء للأحزاب الموجودة، وأيضا فساد. يعني وزارة الكهرباء واصلها بالثمانين مليار دولار، وين الكهرباء؟ يعني نعم. هذا الرقم خيالي بالنسبه لوزاره الكهرباء. المفروض بها كانت تتعاقد مع شركات املاق مثل المانيه فرنسيه لبناء محطات توليد الطاقه، اربع محطات في العراق كافيه املاقه بهذه المبالغ، يمكن بربع هذا المبلغ ال 80 مليار اللي صرفوها لوزاره الكهرباء وسرقوها كلها رئيس الوزراء والوزير هو اللي تابع الى حزب، سرقوه وما بنام اي محطه وخلونا احنا نستورد كهرباء من ايران ونستورد غاز من ايران، واحنا اهل الكهرباء واحنا اهل النفط واحنا اهل الغاز، وكل الغاز مخزن في المناطق الغربيه تحت الارض، والنفط موجود بالعماره وبالبصره، وروح شوف حال البصره والعماره والانبار ما بيها اي معامل مصانع لاستخراج هاي المواد اللي هي خيرات من رب العالمين ما جاي يستفاد منها الشعب. ليش؟ لأن الإيرانيين ما يقبلون على أي وزير يشتغل بصورة صحيحة، وأيضا وياها الوزير يجيك فاسد تابع على حزب، ويريدون العراق يبقى على هيك على حطة نفس الحطة. شفنا احنا صمت من الذيول الموجودين من بدر والعصائب ومقتدى الصدر كلهم بدون استثناء من إيران غيرت مجرى الأنهر والروافد للصب في نهر دجلة والفرات في سبيل ما حد يقدر يحكي وياه، شلون تقطعين المي علينا؟ زين هسه تريد تقطع الكهرباء تهدد بديون، مو هاي ايران اللي تمجدون بيها وسوون وقفت معانا في حرب داعش وهي كل الاسلحه اللي باعتها كلها بفلوس العراقيين بفلوسنا احنا. قطعت الماء ما حد حكى، قطعت الكهرباء تريد تقطعها تهدد بيها ما حد حكى. بس اكو لحظه، اكو نقطه اخ صباح، بالنسبه للسلاح الايراني اللي اجى للعراق حسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين هم اشتروه ب 70 مليون دولار وأخذوا مقابل إلى 14 مليار دولار. أي بالطبع أستاذ، إحنا كل الأسلحة اللي كانت تجي من إيران هي بفلوسنا مو منية، لكن بأضعاف مضاعفة، وياها الآبار النفط المحايدة على الحدود العراقية الإيرانية أيضا، هاي كل الآبار سيطرت عليها إيران وتسحب نفط أسود وتبيعه لو للعراقيين بعد استخراجه وتحويله إلى نفط أبيض أو بنزين أو غاز أو 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 غاز، تحوله إلى هاي المواد وأيضا تبيعه للعراق. يعني من خيرنا إحنا، فأحد يقدر يحاسب مجلس القضاء على فاق زيدان المالك حزب الدعوة هادي العامري مني كانت المقولة مالته الإمام يقول حرب حرب يقول سلم سلم، يعني كانوا يأتمرون بأمر إيران هسه حاليا، يعني ما حد يقدر يحكي وياهم ولا حد يقدر يردهم نهائيا. ليش؟ لأن هم كلهم ملايين وجاي يعملون لإيران، ما جاي يشتغلون مصلحة العراق، لا الرئيس الوزراء ولا رئيس الحزب ولا الوزير ولا وكيل الوزير، جاي يخربون هالبلد ويدمرون البنية التحتية مالته. وبالفعل من 2003 لحد الآن الولايين دمروا للعراق، يعني فشلتوا 18 سنة بإدارة دولة أو بناء دولة، كافي عاد واخروا انتوا واخروا، خلي يجون غيركم شباب من العراقيين من جنوب العراق من شماله من غربه، كافي دمرت العراق خليتونا تابعين إلى إيران ومضحكة صرنا.
هاي الشباب جاي تموت جراء الإرهاب وجراء الميليشيات الولائية، تقتل والإرهاب يقتل. كافي، ما شبعتوا دم، ما شبعتوا مليارات الدولارات اللي هربتوها باسم أولاد السستاني في أوروبا وبريطانيا وبإيران وبلبنان. ما يعني مو كافي هذا ملف النازحين يروحون يتبرعون للبنان أو للأردن نفط أسود، وإحنا النازحين ميتين برد، ميتين برد بالمخيمات اللي أصبحت وصمة عار في جبين كل رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين والقضاء. يعني أنتوا تتصدقون على الدول، وإحنا إحنا إحنا تحل علينا الصدقة؟ هذا اللي يحكمنا من حزب الدعوة العميل. من كنا صغار احنا بالسبعينات، نهاية السبعينات يخوفونا من حزب الدعوة العميل، هسه عرفنا شنو حزب الدعوة العميل، وعرفنا النظام السابق ليش كان مطاردهم ويسميهم غوغاء، لأن بالفعل هم غوغاء، غوغاء لأن ما يبنون دولة، غوغاء متعلمين على السرقة والقتل، مثل ما قالها طارق عزيز الله يرحمه، ذول مو رجال سلطة، ذول رجال مال قتل وتهجير وسرقة، وبالفعل 18 سنة لو هم صدق وبنوا دولة حقيقية، كان كل الناس اللي مأيدة النظام السابق قالت لا بعد النظام سابق يعني عنده سلبيات خلي هذول يحسن، لكن هم يعني ما ينقاسون ولا اكو وجه مقارنه. ناس كلها عملاء وذيول وقتل ومظاهرات ويصكون بالعالم ويقتلون بالعالم، حتى الحادثه مال الجيش الدعش شهيد من منتسبي الجيش هم قتلتهم الميليشيات، نداء جاهم قوات صديقه راح تدخل لكم، والمدى لاطلاق النار يقول لك صفر، يعني واقفين يمهم وقتلوهم. يعني لو اكو تعرض لهم كان صار تبادل بالاطلاق النار، ذبحوهم هم الميليشيات العصا وبدر كتله، وبدر نعرفه احنا تريد تسوي زعزعه على شبيك ارهاب داعش وكذا وتاجج الامور، وهو لا اكو داعش ولا كل شيء ولا حتى خلايا نايمه، هي الحشد الميليشيات والحشد وداعش هو وجه واحد، والضحيه العراقي سواء كان سني شيعي كردي هم الابرياء من ذول الطوائف هم الضحيه، اما هم اولادهم وغيرهم عايشين برا لا يفكرون بكهرباء ولا بغاز، ليش الغاز تحت الارض بالانبار؟ ليش ما تستخرجوا تجي شركات؟ اذا جت شركه سعوديه ما راح يسمحوا لها، يقول لك شلون تجي شركه سعوديه؟ لازم ايرانيه ولازم توافق عليها الايرانيين وغيره والمكاتب الاقتصاديه مال الحشد. يعني ما يريدون البلد ينهض، هاي المصانع كلها وقفت عندنا. بس نعم. حديثة سدود عندنا ما بيها لا تطلع طاقة كهربائية ولا كل شيء، ما طول حزب الدعوة يحكمنا العراق منتهي إلا يزاحون ذولي. يلا نعم، شكرا لك أخ صباح. أبو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هذا هو الموضوع، هذا الموضوع الشائك هو طويل عريض وقديم حديث. نعم، يعني هاي الاموال، واحب اصحح شغله انه مو مساله 83 او 86 مليار دولار، انما باعترافهم هم اكثر من 113 مليار دولار انصرفت على فقط وزاره الكهرباء بدون طائل. يعني يحكون هم يقول لك على النفقات وغير النفقات، طيب هم جايطون الاسرائيل النفط يطول النفط العراقي، وهاي اول مره تصير ب 8 دولار، والبرميل الآن واصل 87-88 دولار، ويطون للأردن ومصر النفط بلاش، ويطون إلى تركيا ب8 دولار. وعلى سبيل الذكر ذاك اليوم شغلة هاي المنحة المخزية المتعلقة بالصحفيين والإعلاميين اللي انتظروها، يعني مخزية ومجيلة عيب عليهم، هم هذول بنات البلد الحقيقيين، لولا الصحفيون والإعلاميون والفنانون والأدباء من يعرف هذول النكرات الموجودين الآن في شدة السياسة والحكم، تالي تفقوا يعني رؤساء النقابات اللي ببغداد واللي الفرعية بالمحافظات مع وزير المالية ووزير الثقافة بأنه يقتطعون نصف الأسماء أو أكثر من نصف الأسماء الموجودة، وخلوا لك الناس وهي على 600 ألف دينار عيب عليهم، يعني بلا 400 دولار بالسنة، يعني خلوهم يروحون، تروح لابو الفرع يقول لك انا داز اسمك هو كذب، روح البغداد، تروح البغداد للوزارة يقول لك اسمك ما موجود، النقابة المركز العام، تروح المركز العام يقول لك مو اني، الفرع مالك هو الشكل، وضحكوا على الناس وقشمرونا عيب عليهم. فانت تريد ذولا باي شغلة واي قضية انه يبنوا لك بلد او يبنوا لك كهرباء، ثم اذا صلح الكهرباء داخل العراق او شو اسمه محطات جديده او عالجه الغاز
وباقي المشتقات النفطيه اللي تولد الطاقه الكهربائيه. مو فقط ايران راح تقعد وتموت من الجوع، وانما السياسيين دول لان كلهم مرتبطين عندهم مولدات اهليه، واحدهم يطب بال 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 بالشهر اجل ما لا يقل عن 80 الى 100 مليون دينار كل سياسي ببغداد ولا بالمحافظات. فهذول ما يتركوها لهذا وذاك في سبيل عيون المواطن العراقي وانعاشه. ناس ما يستحون بسده الحكم بصوت الشعب، ما يثور يسحبهم رجليهم بالشوارع. وشكرا. شكرا شكرا لك ابو زينب. اذا نرجع الى الارقام وما تقول الارقام. يعني فعليا العراق لو مستغل الاموال اللي انصرفت على الطاقه الكهربائيه بحدها، ابو زينب يقول اكثر من 100 مليار، احنا نحكي على الارقام الرسميه 82 مليار دولار، 82 الف ميجا وات. والعراق يحتاج 35 بس. 82 الف ميجا وات يعني انت تستفاد نصها وتصدر نصها الى الخارج. هاي رقم واحد. رقم اثنين، لو العراق يستغل الغاز اللي ذي حرقه راح يتخلص من التلوث، وراح يتخلص من الروائح الكريهه، وراح يتخلص من الامراض، وراح يتخلص من هواية امور، اضافه الى ذلك انه راح يستغل الغاز مالته في توليد الطاقه الكهربائيه، وعلي ما يستورد من برا، وعلي بدل ما يدفع فلوس حتى يستورد غاز وكهرباء موجود يمه، موجود يمه وقود غاز طبيعي يستخدمه يعني من إله بفلوسه. كل اللي يحتاجه هو يحتاج محطات حتى يستفاد من هذا الغاز، وأنابيب لنقل الغاز من آبار النفط إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية. إذن همنا راح نوفر للخزينة فلوس، همنا راح نوفر للعراق كهرباء، وهمنا راح نوفر للعراق صحة، لأنه الروائح الكريهة والأمراض اللي تصير نتيجة حرق الغاز المصاحب راح تقل نتخلص منها. همينة راح توفر بيئة. هاي كلها مدى يسووها. إضافة إلى ذلك أن وزارة الكهرباء تدعو وزارة النفط أنه تدور لها على مصدر جديد للغاز. أنت مو بلد ما عندك مصادر حتى تروح تقولها روحي تسوري دي لغاز من برا. اوكي ايران قطعت علينا مو مشكله، بس روح جيب لنا غاز من غير مكان. زين وغازك الموجود جوا شنو؟ انت ما تحتاج. انتو تعرفون يعني هسه اذا العراق فكر صح، او اذا جت حكومه وطنيه وفكرت بالطريقه الصحيحه انه جابت محطات لتكرير الغاز او للاستفاده من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، راح تعين خريجين النفط، وراح تعين مهندسين، وراح تعين عمال، وراح تستفاد من الغاز مالتك. اذا راح تشتغل يمك وزارة الكهرباء ودوائر الكهرباء ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، اذا ذول همين راح يشتغلون. وبعد ذلك انت راح تتخلص من ازمة كبيرة جدا وهي ازمة الكهرباء. ورا ما يعني تحل هاي الازمة حليت وحدة راح تتفرغ الغير ازمة، تبدي تحل أزمات العراق. لكن العراق ده يصرف مليارات الدولارات، وعندنا وزارة كهرباء تدعو وزارة النفط لاستيراد الغاز الطبيعي من أي مكان، لأنه إيران ده تقطع علينا الغاز. والحمد لله والشكر احنا بفضل إيران العراق أو الكهرباء بالعراق بها انقطاع شبه تام. أبو مروة من كربلاء حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. اخي انا احتاجتي خير الكلام ما قودل، اذا تسمح لي رساله الى كل الشعب العراقي وانا منهم، انا مواطن، اقول اخواني كل من ينتظر الخير من هؤلاء والله ما يجاه. هذا الكلام مو مالي هسه، ها اقسم بالله العلي العظيم من 2005 قسما بالله، من يوم اللي اجت هالشر ذمه ذولا قلت راح يطببون بدهاليز مظلمه والله، وسنة بعد سنة يتحقق اللي أنا قلت، أنا المواطن البسيط. فلذلك أقسم بالله كل شيء خير ما راح نحصل، فعليه أقول من اللي فيتونا وحكمتوا البلد ما شاف السلام، لا شرف لا غيرة عندكم يا خفافيش الظلام، من اتفقتوا سرقتونا، ومن اختلفتوا تفجرونا،
والحالتين نحن الضحية، أنا المواطن والحالتين نحن الضحية، صفة معروفة الأفلام. شكرا العزيز. عاش لسانك، شكرا لك أبو مروة. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ فهد وحيا لقناة الرافدين. حياك الله أخوي العزيز، تفضل أغاتي. حياك الله، زاد فضلك أستاذ فهد. أستاذ فهد إحنا للأسف العراقيين من 2003 ولحد الآن ما شفنا أي منجز وما شفنا أي تطور يعني للشعب العراقي في مجال الزراعة أو في مجال الصناعة أو في مجال التعليم أو في مجال البنى التحتية أو في مجال الكهرباء والماء وباقي الخدمات. يعني ما شفنا من هاي الحكومة، لا حكومة المالكي ولا حكومة الجعفري ولا حكومة ياد علاوي ولا حكومة كل الأحزاب اللي حكمت العراق، ما سوت شيء للشعب العراقي، بس هم قادرين ان يقاتلون يسمون نفسهم بالمقاومه والحج الشعبي، قاتلوا يعني انباء العراقيين وقاتلوا يعني كثير بالمحافظات اللي ارتفضت وما زالوا لحد الان يقولون احنا نحتفلون داعش ونقاتل داعش. طيب انتوا هاي الامور من تقاتلون يسموكم رجال مقاومه وناس يحبون بلد وناس لكم يعني قدرة على يعني الدفاع عن بلد، ما تقدرون تسوون كهرباء 18 سنة، ما تقدرون تقدمون منجز للشعب العراقي أو للمواطن العراقي اللي هذا اللي قاعد تسمون بهم رجال مقاومة. طيب عندهم ناسهم أهلهم أخوتهم، يعني شنو أنتم موقعكم من الإعراب من تسوون هيك هذا الشعب البائس اللي ما يشوف من عده خير من وراكم وما شاف من عده اي زين من عندكم، شنو يعني بتسوون هذا بالشعب؟ ليش هذا الظلم اللي قاعد يعيش المواطن العراقي سواء اذا كان من المسيحيين سواء المواطن اللي قاعد يعيش به، يعني ايش يشوف من عندكم؟ يعني والله عيب عليكم يا حكومه اللي قاعد تسوون هيك بالشعب والمواطن العراقي اللي قاعد اللي ينتظر من عندكم الرحمه. هاي ما ممكن انه نسكت عنها، لازم ثورة عارمة تخص جميع محافظات بغداد وكل العراقيين، ثورة نتخلص من هاي الحكومة اللي ما من وراها غير القتل والدم والتهجير والسلب وسرقة العراق اللي باقوا ثروته او ثرواته، كل اللي قاعد يصير ما نترجى من هاي الحكومة اللي قاعد تسوي ضغط لابناء الشعب العراقي واللي قاعد يشوفوا ظلم. والله شنو المواطن الاخر منتظر الكهرباء من ايران تدفعها من الغاز وما ادري، هاي الاكاذيب اللي قاعد يقلبون عدد فيه هاي عيب. طيب من يقولون عندهم السلاح المالكي ولا غير المالكي اللي هم يسموا نفسهم الحشد اللي قاتلنا وايران لولا فضل ايران على العراقيين لما استطاع داعش انه خلي العراق. طيب اي فضل شنو هذا اللي قاعد الخيم قاعدين بالخيم والنازحين اللي ما وصلت لهم لا امدادات لا من الحكومه لا من هم الشيوخ ولا من المراجع، اللي قاعدين الناس منتظرين رحمه الله من هاي الوضع اللي قاعد يعيشون فيه الناس اللي لا عندهم صوبات لا عندهم بطانيات لا عندهم نفط. هذا الوضع يعني هذا ما هز ضمائركم، ما هز شويه من اخلاقكم، حب للمواطن العراقي. اي ناس اين انتم قتل ناس مجرمين، ناس ما تحبون العراق، ما تحبون يعني الشعب العراقي بياخذ، ما تحبكم على الكراسي وعلى المناصب اللي جاي تقاتلون من وراها، واللي هذا ابناء الشعب العراقي اللي هبطوا وضحى مثل ما تقولون احنا ضحينا ودماء، اي دماء ضحيتوا بها؟ اي مقاومه قاومتوا بها؟ اي مقاومه؟ ما هم الامريكان بنفسكم انتم اللي جابوكم والان اللي قاعد يقتلون الشعب العراقي من كل مجامع سواء اذا كانت الناشطين سواء كانوا الصحفيين سواء كانوا اي تظاهرات تصير تقمعون بهم وتقتلوهم. وينكم او حبكم للشعب العراقي؟ وينكم؟ نريد نعرف شيء واحد احنا كمواطنين نعيشه بغداد او في محافظات، وين اللي قدمتونا للبلد؟ من اجل لحد الان كل شيء ما شفنا من عندكم غير القتل والسلب والتهجير يا استاذ افد، فما ممكن انه نسكت بعد على هذا اللي بيصير بينا، لازم ثوره تخلص هاي الفاسدين من ارض العراق وتطهرهم ونسحلهم سهل يا استاذ افد. ما يزيد ما نترجى من هاي الحكومه لا خير من عندها ولا شرها اكثر من ما خيرها استاذ افد. وانا اشكرك واشكر قناه الراديو. شكرا شكرا لك اخوي العزيز. ابو علاء من كربلاء حياك الله.
أبو علاء. أبو علاء تسمعني؟ يبدو أنه أبو علاء انقطع الاتصال. وياه شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا ببرنامج صوتك، وأتمنى ترجع لنا حتى تسمع رأيك بالموضوع. أحلى شيء عندنا الكاظمي. الكاظمي يطلع يعني بأي مشكلة وبأي أزمة تواجه العراق والعراقيين، يطلع يشخص ويهدد ويتوعد بس بدون حل. يعني مثلا خلال اجتماع الأخير لمناقشة أزمة الكهرباء بالعراق، قال أنه سبب تدهور إنتاج الطاقة الكهربائية وعدم سعي الحكومات السابقة لتنويع مصادر استيراد الغاز. يحسسني كأنما أنه مصطفى الكاظمي هسه وجاي، البارحة مستلم تكليفة يعني بتشكيل الحكومة، وهسه وصاير رئيس وزراء وما يعرف شيء بالعراق. يعني هسه جاي وها شنو؟ العراق ما ينتج طاقة كهربائية لأن دا يعتمد على الغاز الإيراني. لا غلطهم، لازم كان المفروض يتنوعون. لا حكى بالغاز العراقي، لا قدم حل، ولا قال انه صار له سنه ما ادري اكثر من سنه يحكم وهو بهالمنصب هذا. كان اذا هو يعرف هذا الشيء ما كان شوفنا حل. ابو علاء من كربلاء يرجع لنا مره ثانيه، حياك الله ابو علاء. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تفضل اغاني. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. جاوبتك أغاتي، بس إذا أمكن أبو علاء تنصي لي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون أغاتي أنت. نعم 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 نعم، تفضل أبويا. والله وأنا مو داري شو اسمه هالوضع هذا بالبلاد. نعم. أول وحدة إحنا العراق، إحنا كل اللي يقول العراق بلد فقير، العراق مو بلد فقير. نعم. بلد العراق غني براداته بشغله زين. الكهرباء هاي احنا صار لنا 18 سنه. نعم 18 سنه. يعني هذا من كهرباء وطنيه من غير مستورده هو يقدر؟ احنا نريد الخلل وين؟ هاي 18 سنه هذا البلد من أسوأ إلى أسوأ، من أسوأ إلى أسوأ، ولحد هاي الساعة. زين شنو السبب؟ يريد إحنا شعب كشعب، شعب عنده طموحات، عنده إرادات، عنده تفكير، عنده عيش، يريد عيشة بكرامة، مو عيش عيشة ذل. زين هسه تعال أقول لك بهالبلد هذا، هاي الكهرباء مفقودة. شنو السبب؟ واحد يريد لك مي مي مي، يريد يغسل وجهه الصبح حار ماكو وين. زين هاي وحده. احنا على النفط، احنا على الغاز، احنا العراق كله بحر من نفط، صحيح لو لا؟ نعم. زين احنا على الغاز من نفط، ها؟ زين هاي وحده. هاي الكهرباء منتهين منها. زين نجي للمستشفيات، تروح المستشفى دائره مال دوله، تروح للمستشفى ما تلقى حبابي. الطبيب يكتب لك يروح علاج من برا. زين الفقير انا لما جاي من المستشفى مؤسسه مع الدوله، زين انا غير جاي ما عندي، صحيح لو لا؟ نعم. جاي ما عندي، انا اريد جاي طبيب مع الدوله، ابدا راجع ابدا اعالج روحي، ما عندي. اروح برا اشري الوقفهم 100,000 و50,000. زين والناس هاي اليوم اصحاب الدخل المحدود، اليوم هاي ما حد يباوعنها ولا حد ينظر بحالها. نعم. زين وهاي المليارات جاي تنصرف، تنصرف تاكلها الحراميه، ما حد ينظر لهاي الفقراء. نعم يعني صحيح. ابسط تمثيل يعني حتى لو كل عائله، هاي احنا اصحاب الدخل المحدود. نعم. لو كل عائله على البطاقه مال التومينيه يدفع لها، ينطي يخلي الناس هاي غوته 250 هذه. كلامك على العين وعلى الراس عم ابو علاء، شكرا شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا. نعم من المفروض على الحكومة أن توفر البطاقة التموينية والعلاج وتوفر الطاقة الكهربائية والمي الصالح للشرب وأن توفر مسكن للناس، مو تخليهم عايشين بالمخيمات. يعني أنت قلت الصبح واحد يقعد من النوم ما يلقى مي حار، فما بالك اللي عايش بمخيم وما عنده لتر نفط حتى يشغل صوبة بخيمة؟ فأنت قارن لياها عمي أبو علاء. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم أستاذ أفل، تحياتي لحضرتك والكادر قناة الرافدين المناضلة. أخي الغالي، العراق قضاء تابع لإيران الآن، ولكن غير معترف به رسميا من قبل ملالي إيران.
إن ذكرت الشارستاني فهو إيراني عميل لها يعمل في العراق، وكل ما حكم العراق هو خادم لإيران. كل هموم هؤلاء هو التدمير والقضاء على الشعب العراقي المظلوم الفقير، وإلا ماذا تفسر صرف 80 مليار دولار تبني 4 دول بثلاث أشهر في حين أن العراقيين من 19 سنة لا يوجد لديهم كهرباء؟ ولعنة الله على الظالمين. تحياتي لك أستاذ أفل الغالي، وشكرا أبو محمد من النرويج. السلام عليكم. بالنسبة للكهرباء نسمع بها بس ما شايفيها، وأنبوب الغاز هو نفسه من العراق ويدخل الإيران، والدولة الكافرة إيران ترجع تتحكم بيه لو تدفعون فلوس إلا أدفع لكم غاز للطاقة. وهذا الكلام من شاهد عيان بديالة، وتحياتي لكم رنا من بابل. السلام عليكم. تحية لكل ما يحصل في العراق. حكومة المليارديرية وميليشياتها الطريقة التي نتخلص منهم للأبد. أن ينهض جميع الشعب العراقي ضدهم بانتفاضة كبرى. الشعب شبع منهم تصاريح كذب ودجل، وإيران شبعت منهم قول وفعل. خلي طلعون من العراق ويخلصونا من فسادهم وخيانتهم. مشاهدين الكرام، العراق دا يصرف فلوس على كثير من القطاعات من ضمنها قطاع الطاقة الكهربائية. 82 مليار دولار حسب التقارير الرسمية كان مفروض تعطينا 82 ألف ميجاوات. يعني العراق كان من زمان ما عنده أزمة بالطاقة الكهربائية، لكن فعليا العراق اليوم مثل ما قالوا الأخوة اللي اتصلوا، ناس تجيهم ساعة وتنقطع عليهم 23، وناس تجيهم ساعتين وتنقطع عليهم 22، وأكو ناس يوم ويومين وثلاثة وأسبوع ما عندهم طاقة كهربائية لأنه ماكو تجهيز للطاقة الكهربائية. غير هيك غلاء سعر الأمبير يم أبو المولد، هواية ناس ما يقدرون يسحبون طاقة كهربائية من أبو المولد. فعليه المشكلة وين أنتم تتوقعون؟ أريد جواب هذا السؤال منكم أنتم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.